الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أصدقائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة نتكلم في موضوع مهم جدا، وهو الشتاء وأمراض الشتاء، وإزاي نعمل وقاية من الأمراض ديت. وهنتكلم برضك عن الأسباب والعلاج، وفي آخر الحلقة إن شاء الله هنتكلم عن خلطة مهمة جدا من الأعشاب عشان نعمل وقاية ونمشي بمبدأ الوقاية خير من العلاج. أولا لازم نعرف يا جماعة إن الأرنب على قد ما هو بيتحمل انخفاض درجة الحرارة بشكل جميل جدا، إلا إنه لا يتحمل التيارات الهوائية ولو كانت خفيفة خالص. وبالتالي لازم نراعي الموضوع دوت، ونبدأ نشوف الاماكن اللي بتحط فيها الارانب. يعني حضرتك لو مربي في سلكات مثلا، حاول بقدر الامكان ما تكونش السلاكه معرضه في شباك او في باب، قدام شباك او قدام باب معين بيخش منه تيارات هواء. ولو انت مضطر كده، حاول تفرد مشمع على السلكات، وحاول تشيلها بانتظام الصبح مثلا في او الظهريه عشان برضك تهوي الاوضه. تمام كده. هنتكلم عن اول مرض من امراض الشتاء، وهو مرض شائع جدا، هو البرد والزكام. البرد والزكام الاعراض بتاعتهم هنلاقي افرازات مخاطية حول الفم والانف، ومع احتمال وجود عطس او سعال. العلاج الفعال في الموضوع ده يا جماعة هيبقى، لو احنا طبعا احنا ما بنحب نعالج بالاعشاب بس، لكن في اوقات بنضطر فيها غصب عنا ان احنا نعالج بالادويه البيطريه، وفي حالات البرد بالذات. وان شاء الله في اخر الحلقه زي ما قلت لكم هنعمل وصفه اعشاب عشان تمنع الكلام ده كله ويبقى عندنا وقايه. بس هنضطر اذا وقعنا في الموضوع دوت وجه الارنب برد وسعال او عطس والكلام ده كله، هنبدأ نحقنه بواحد سنتي تترا سايكلين تحت الجلد ده 3 مرات. واذا كنت انت حضرتك ما بتعرفش تحقن للارنب، في دواء اسمه سلفاكينوكسالين، هتديله سلفاكينوكسالين، هتديله 5 جرام لكل لتر مية، وده هتديهم له لمدة 7 ايام، وبعدين تديله 5 ايام او 7 ايام كمان مية نظيفة، وبعدين ترجع تعيد الدواء تاني لمدة اسبوع، وبعدين تمام كان ان شاء الله. وبعدين بقى اذا ما لقيتش اي دواء من الادوية دي، يعني لا هي ده عرفت تجيب تترا سايكلين او سلفكينوكسالين، هتديله 2 قرص نوفولو البشري، وده هتدوبهم في نص لتر مية، وتديهم برضك 3 مرات للارانب. بالنسبة عشان نعمل وقاية من الموضوع دوت، زي ما قلنا يا جماعة، ايه تيارات الهواء. تيارات الهواء لازم نقفل الشبابيك بتاعتنا كويس، او نقفل البطاريات بتاعتنا كويس بمشمع لحد على الاقل بالليل، في وجود تيارات هوائية خاصة بتنشط في الليل. طيب نيجي نتكلم عن المرض التاني، الاسهال. الاسهال يا جماعه دوت من اهم واخطر الامراض اللي بتيجي دايما عاده في الشتاء، وده عاده بتؤدي الى نفوق الارانب. الاسهال هي عباره عن السيوله في المخرجات البرازيه للارانب، وتيجي تلاقي الارنب عنده هزال كده، مش قادر يتحرك، وتلاقي الفرو بتاعه كله متسخ من الخلف. طيب العلاج في الموضوع دوت، ان احنا اولا هنمنع الاكل الاخضر عنه نهائيا، مش هنقدم للارنب اي اكل اخضر، يعني الخضروات. وهنديله 5 سنتي او 5 جرام سلفا ديمادين، ده مسحوق لكل لتر مية، ده برضك لمدة 3 4 ايام. ولو لقيت الارنب عنده جفاف، هنديله محلول جفاف عشان ما الارنب ما يروحش مننا. ولو ما لقيتش الكلام ده كله، هنديله كبسولتين، هنفرغ كبسولتين انتينال اللي هو البشري على نص لتر ميه، ونديهم للارنب. ويا جماعه نحاول نقلل الاكل خالص، وندي للارنب برضك
ردة خشنة وشعير عشان يقدروا يمسكوا بطن الأرنب. طيب نعمل وقاية ازاي من الموضوع دوت؟ أفضل وقاية للموضوع دوت اللي هو الاعتناء بنظافة المكان، ولما تيجي تغير نوع عليقة معين تغيره بالتدريج، لأن يا جماعة الموضوع ده مهم جدا. ما ينفعش تكون مدي الأرنب عليقة معينة وتيجي تاني مرة واحدة على طول تشيل عليها وتديله عليقة تانية، لا غير العليقة، ولازم تدمج العلقتين مع بعض في أول مرة، وبعدين تبدأ تغير بالتدريج العليقة اللي أنت هتبدأ تحط منها. أسباب الإسهال عادة بيبقى مرض الكوكسيديا، سواء كوكسيديا كبدية أو كوكسيديا الأمعاء أو تسمم معوي أو التهاب الأمعاء المخاطي، وعادة دوت بيجي من تلوث المية والأعلاف بتيجي فيهم الطفيل اللي هو بيسبب الأمراض دي. طيب برضك المرض الثالث اللي هو عكس الإسهال بقى، الإسهال عكس الإسهال الإمساك، وده عبارة عن انتفاخ في البطن الأرنب بشكل غير طبيعي، ودايما بتلاقي غلق فتحة الشرج عنده ما بيقدرش يعمل منها أي حاجة، وده هيبقى نفس العلاج بتاع الإسهال. والإمساك ده يا جماعة دايما عادة بيجي من تخمر العليقة نتيجة الرطوبة العالية أو تبول الأرانب في العليقة، وبالتالي بتنمو فطريات واللي بتيجي نتيجة للرطوبة، وبيحصل الإمساك عند الأرنب. وبالتالي بينصح إن دايما لما تيجي تعين العليقة مبقاش معرضة لأشعة الشمس. المرض الرابع وهو العطس. المرض ده يا جماعة برضك هو ممكن مش كل ما الأرنب يعطس يبقى مرض. ليه؟ لأن المرض العطس ممكن ينتج من الأكل نفسه. الأكل بيبقى فيه ذرات غبار اللي بتبقى دايما ناعمة كده في العليقة، الأرنب ما بيستحملش يشم الحاجات دي، لما بيشمها بيحصل له عطس على طول. ويعني معنى كده إن مش شرط تربط العطس بالبرد، يعني ولا شرط تربط البرد بالعطس، يعني الاتنين ما بيرتبطوش ببعض، لا ممكن تلاقي الارنب عنده برد من غير عطس، ممكن تلاقي الارنب عنده عطس من غير برد، يعني العطس ممكن يجي من ذرات الغبار ودي بتسبب للارنب نوبات عطس مستمرة. وخد بالك العطس ده بيبقى مشكلة برضك، لانه بيخلي الارنب بيمنع الأرنب عن الأكل، ما بيخلوش يعرف ياكل، وبالتالي بيقل النمو بتاعه. فبالتالي أنت لما تيجي تقدم عليقة للأرنب حاول بقدر الإمكان ما يكونش فيها أي نوع من أنواع الغبار، وعشان كده العليقة بتاعت الأرانب بتقدم أو بتتعمل على شكل صوابع صغيرة كده. كده احنا عرفنا أهم 4 أمراض في فصل الشتاء للأرانب. طيب للوقاية من الأمراض دي بقى لازم نهتم بالتهوية الغير مباشرة والتخلص من رائحة الأمونيا والناتجة من البول وتحلل الفضلات والرطوبة المرتفعة، وده ممكن عن طريق مغلي الشيح بمعدل 2 سم لكل لتر مية، ده هيفيدنا جدا في التخلص من الأمونيا. النهاردة بقى هنيجي نتكلم عن وصفة جميلة جدا الوقاية من أمراض البرد والعطس والسعال والكلام ده. الوصفة عبارة عن بصلة زي ما حضراتكم شايفين كده صغيرة بقشرها، وكاف فص 3 أو 4 فصوص توم، وليمونة، ونص كوباية خل. وهنحتاج في الموضوع دوت مصفى، وزي ما انتم شايفين كوز عشان نصفي فيه العصارة. هناخد البصلة والثوم هنحطهم كلهم في الخلاط، وهنضربهم ونعمهم على قد ما نقدر جامد، وبعدين نبدأ نصفيهم عشان ناخد العصارة بتاعت التوم، يعني ناخد العصارة بتاعت الخليط. بعد ما نضربهم في الخلاط وناخد العصارة بتاعت الخليط هنصفيها جامد عشان ناخد الميه بس، ونسيب التفل اللي فيها دوت. التفل دوت احنا طبعا مش هنرميها يا جماعه، لا التفل دوت احنا ممكن لو حد فيكم بيربي طيور يديها للطيور تاكلها.
لا ليمون. احنا هنضيف 4 كوبايات او 3 كوبايات ميه، يعني نص لتر ميه كده على الخليط. وبعد ما نخلص ضرب الخليط وعصره هنحطه في التلاجة لمدة ساعة أو 2 عشان المواد اللي فيه تتفاعل مع بعضها عشان نقدر ناخد أكبر فايدة منها. طبعا انتوا عارفين احنا ليه حطينا بصل وثوم، ولان انتوا عارفين ان الثوم مضاد حيوي قوي جدا، يساعد على تنظيف المعدة ويطرد الديدان، وهو منشط جنسي جدا من الأرانب. والبصل انت عارفين طبعا البصل مضاد فيروسي، يساعد على قتل البكتيريا المسببة لنزلات البرد، ويعالج التهابات، وهو علاج فعال للبرد للناس اللي عايزة علاج للبرد. وطبعا الليمون عارفين ان هو مطهر ومضاد فيروسي وقاتل البكتيريا لجميع انواع الفيروسات المسببة من الانفلونزا عند الطيور. طيب هنقدم الحاجات دي ازاي للأرانب؟ احنا بعد ما نخلص الكلام ده كله هناخد زي نص كوباية مية أو نص كوباية شاي، يبقى دار نص كوباية شاي، هنحطها هنضيفها لجيركن 2 لتر ونبدأ نوزعهم على الأرانب. طب هنعمل الكلام ده قد إيه؟ هنعمل الكلام ده يا جماعة يعني مفيش مشكلة، احنا هنعمله طول فصل الشتاء أولا. هنعمله مثلا كل 3 مثلا، بحيث ان احنا طول فصل الشتاء نعمل الموضوع ده عشان نعمل وقاية كويسة للأرانب. الأعشاب دي يا جماعة مفيدة جدا مفيدة جدا، لأن احنا عايزين نربي حاجة من غير مضادات حيوية ومن غير مواد كيماوية. بس احنا لما عرضنا ليكم وقلنا لكم اسامي المواد البيطرية ديت، لان في اوقات بتبقى الحالة لازمة، والاعشاب رغم ان هي مفيدة جدا قريب، لكن ممكن يبقى يعني ايه بفعلها بطيء او عايزة وقت. فانت طبعا ارنب عنده اسهال، مش هينفع تتنيك تديله اعشاب هو اصلا ممكن بين يوم وليله يروح منك. فانت بالتالي محتاج حاجه سريعه عشان تحافظ على الارنب وتمنع عنه الموت. احنا كده تقريبا يعني ايه يعني خلصنا الحلقه بتاعت النهارده. حافظوا يا جماعه على الارانب، حافظوا عليها من التيارات الهوائيه، لان زي ما قلت لكم في الحلقه الارانب على قد ما هي تستحمل درجه حراره، انخفاض درجه الحراره لحد 0 حتى كمان، لان هي ما بتستحملش التيارات الهوائيه اللي ممكن تصيبها. كده ان شاء الله خلصنا الحلقه بتاعت النهارده. اتمنى من الناس اللي هي ما اشتركتش في القناه انها تشترك في القناه وتدوس لايك وشير، وأتمنى لكم التوفيق أينما كنتم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.